رنا هي مواطنة مصرية كتبت بوست عادي جدا عن جارها اللي بتشوفه كل يوم، ولكن الجار ده بيعمل حاجات لمست تقريبا جرح عند مواطنين كتير جدا مصريين، وناس كتير بدأت تتفاعل مع البوست، والبوست عمل شيرز كتير لغاية لما احنا عملنا الحلقة كان عامل 11000 شير و517 كومنت، ده لغاية ما احنا عملنا الحلقة. بعدها ايه اللي حصل؟ الله أعلم، ولكن البوست كان فيه عليه تفاعل كتير جدا، والبوست كان كالتالي. البوست بيقول: جارنا ده إنسان عجيب قوي، زوجته تقول له البيت ما فيهوش اكل واولادك جعانين والشتاء داخل ومحتاجين كسوه، يقبض فلوس المرتب ويروح بيشتري بيها طقم صالون مذهب ويقول لها: هو البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده اصلا بيت؟ ده كان شبه بيت. طلطم على وشها وتقول له: يا راجل احنا مديونين لطوب الارض والديانه رافعين علينا قضايا في المحاكم وهندخل السجن. فيطلب منها تخلع ذهبها ويبيعه وبفلوسه يجدد بلاط السلم ويدهن المداخل ويشتري بوابه نحاس ويقول لها: احمد ربنا انا بعمل لكم بيت جديد. تطلب منه يقدم لاولادها الصغار في المدارس قبل ما يعدي السن وتضيع عليهم فرصه التعليم، يستلف من صاحب العماره وياخد الفلوس يشتري بها طقم غساله وطقم الثلاجه وغساله وبوتاجاز جدد ويرمي اللي عندهم، ولما تصرخ يقول لها: يا جحده للنعمه، ما فيش زوج في الدنيا عمل لزوجته الانجازات اللي انا عملتها. القصة دي انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا والناس كلها تفاعلت، وكان في ناس بتقول ان الجار ده يعني هم عارفينه او عارفين هي تقصد مين، وفي ناس كمان قالت انها عندها نفس الجار ده. فمثلا عز الدين دويدار بيقول: امال لو عرفت انه مش جوزها اصلا وقاعد معاهم غصب، ولو عرفت كمان انه اجر اوضة النوم واتفق مع الجار يفتح فيها مكتب عشان يدخل فلوس، وباع المطبخ وقال انه اصلا في الرسم الهندسي الاصلي كان المطبخ تبع شقة الجيران وكده كده ما بنستخدموش، وخد الفلوس دي كلها صرفها في عمل برجولة في البلكونة يقعد فيها لأنه مش عارف يركز في شغله من زحمة البيت والعيال. ده عز الدين دويدار. أحمد أنيس قال: كل ده عشان يا إما يأيدنا ويقول لهم لازم تعزلوا أو تدخلوا السجن وما يقدروا يتكلموا. برضو أسامة مشعل بيقول: بالأمارة قال لها اصبري سنتين وهتشوف البيت ده في حته تانية، وفي الاخر اتحجز على البيت باللي فيه. فاسامه عارف قصه الراجل ده وعارف مين هو الراجل ده. يوسف العاصي بيقول: المغزى عميق والهدف دقيق والمعنى في بطن الشاعر، اقول لك لو تقدروا عزلوا من جنبه. برضو تعليق تاني كان من ايمي محمد عبدين بتقول: فعلا جحده مش حاسه بالانجازات، فيها ايه لما تجوع وتبقى مديونه، المهم نعمل بيت كويس وحسبي الله ونعم الوكيل. أحمد بيقول: القصة فيها كلمتين غلط، أولاً كلمة إن هو بيقبض المرتب وده غير صحيح، ده لأن جوزها أساساً عاطل. ثانياً هو ما اشتراش صالون مذهب ولا غيره الأجهزة ولا غير الأجهزة بأجهزة جديدة، كل اللي عمله إن هو خد نصف مساحة الغرفة وبنى فيها كوريدور جديد جنب الكوريدور الموجود عشان يرفع معنويات الأسرة، وبعدين بنى كباري بين المطبخ والحمام وغرف النوم عشان ما يقطعش انسياب الحركة في الكوريدورات، وبعدين لبسوا كلهم في الحيط وعارضين حالياً الشقة للبيع. تاكروني بيقول: بصراحة الجار ده عقلية معلمية فذة، ونصبر عليه 7000 سنة ونعمل بإنجازاته مشروع سياحي يكسر الدنيا. ياسمين بتقول: المشكلة إنها لا عارفة تتطلق ولا تهرب ولا عارفة تعمل أي حاجة. ألاء صنهابي بتقول: ولما أولاده يكبروا لا صحة ولا تعليم، والجاهل هيبيع البيت من غير ما يعرف قيمته، وقليل الصحة المريض مش هيقدر يدافع عنه، بل إن في ناس كرهت البيت من القرف اللي هي شايفاه فيها. حتى الآن محدش صرح مين هو الشخص ده أو مين هو الجار ده، وما عرفناش مين هو الجار ده، بس الناس بتخمن وناس كتير بتقول إن هم عارفين مين هو الجار ده.